القناه ديت. المكتبه كانت مليانه بالكتب الدينيه والكتب المكتوبه باللغه القبطيه، تشرح تاريخ الكنيسه وتشرح صلوات وتشرح اشياء كثيره. كانت في حدود الساعة 11 وربع تقريبا واقفين في اتجاه حوش الكنيسة هنا، سمعنا صوت شريخ وصويت من طلبة مدرسة بنات مدرسة فرينة حسان وبيشاوروا لنا على فوق وبيقولوا حريقة حريقة. فرجعت لورا بصيت لقيت فعلا في دخنة طالعة من الزاوية الشرقية اللي جنب شارع السوق.